أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم بفيديو جديد من قناة منوعات مع ليلي. اليوم راح أشارككم بطريقتي بعمل كيك الشاي بطعم البرتقال، وهو الجزء الثاني من سلسلة فيديوهات مبسطة لعمل كيكة الأوكتونوت. الكيكة هذه كانت تشمل طبقات من كيك الشوكولاتة وكيك البرتقال. طبعا كيك الشوكولاتة سبق وحضرناه، وراح يظهر لكم طريقة تحضيره في رابط أعلى يمين الشاشة، وأيضا راح أترك لكم هذا الرابط في صندوق الوصف للتعرف على طريقة التحضير. أما طريقتي في تحضير كيكة البرتقال أو كيكة الشاي، نحتاج بها إلى كوب واحد من الدقيق أو الطحين متعدد الاستعمال، نصف كوب من النشا، ملعقة كوب بيكنج باودر، نصف ملعقة كوب من بيكربونات الصوديوم، ربع ملعقة كوب ملح. تخلط المواد بالمضرب اليدوي لتختلط مع بعض. في إناء آخر نضع بيضتين، ثم نضيف 3/4 الكوب من السكر، ثم القليل من الفانيلا السائلة، ونخفق المواد مع بعضها بالخلاط الكهربائي حتى نتأكد من عدم وجود تكتلات في المزيج. نضيف ربع كوب من الزيت ونتأكد أنه تداخل مع باقي مزيج البيض والسكر. الآن نأخذ قشر برتقالة ونبرشها. نضيف قشر البرتقال المبشور فوق الخليط السائل ونخلط المزيج. نضيف المكونات الجافة فوق المكونات السائلة ونخلط. نسيت أصور لكم هذا المقطع، لكن أنا بهذه المرحلة ضفت نصف كوب أو أقل من عصير البرتقال. تقدرون تستعملون أي نوع عصير لكن بنكهة البرتقال، وإذا ما كان عندكم عصير برتقال يمكنكم استعمال أيضا حتى لو كان الماء، لكن عصير برتقال راح يعزز نكهة وطعم البرتقال في هذا النوع من الكيك. نخلط المكونات جيدا حتى نحصل على مزيج ناعم وبدون تكتلات. نصب المزيج في قالب مدهون مرشوش بطبقة خفيفة من الطحين، وبعد ذلك ندخله إلى القلاية الهوائية على حرارة 170 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج قالب الكيك. ملاحظة، يمكنكم استعمال الفرن الاعتيادي بدل القلاية الهوائية. وملاحظتي الثانية لكم أيضا، عند استعمال القلاية الهوائية لا تنسوا أن تحموها بالأول وتوصلوها إلى درجة الحرارة المطلوبة، وبعدها تدخلون قالب الكيك. ترقبوا تكملة بقية الفيديوهات من سلسلة الأوكتونوت كيك، وطاب يومكم.